بهدف الترويج لمنتجات الحرفيات عضوات جمعية سنابل العطاء الخيرية، أقامت الجمعية معرضاً للتعريف بالإبداعات التي تقدمها. يعني هدفنا إنه هالست اللي عندها حرفة هي بتتقنها أكيد، بس إنه تزيد في يعني في إتقانها ونظهر هاي القطعة اللي بتشتغلها للمجتمع، للناس، يعني من طريق نعمل بازارات، نعمل معارض، نعمل أشياء زي هيك. وبالمقابل في مؤسسة اسمها إرادة بتيجي بتشرف على هاي المعارض، بتشوف هاي التحفة أو هاي القطعة اللي بتعملها الست شو ممكن تحط عليها لمسة أخيرة لحتى إنه يصير في عليها إقبال. المعرض شمل منتجات متنوعة من مفارش وديكورات وإكسسوارات ومصنوعات خشبية ومنتجات يدوية وحرفية حديثة. بعيد التراث الشعبي مثلا الببر زائد الطنجرة اللي عليها، بعمل تطريز مطرزات ساعة أو اسماء الله الحسنى، بعمل شراشف للسكملات، شراشف للطاولات، أي شيء بيخطر على بالك شغل يدوي. يعني حكينا عن الجهد اللي بتعانيه وانت بتعملي القطعة. والله هو جهد بصراحة كتير صعب، بس كل شيء بهون بصراحة بمقابل يعني إنه تنتجي أو يجيك دخل. احتوى المعرض على تشكيلة واسعة من الإكسسوارات والشالات والحقائب والساعات والمطرزات وكعك ومعمول. بعمل أعمال يدوية، أشغال يدوية، بسوي سنية عروس، سلة ذهب للعروس، مضايف، سلة زبالة، بكتات فاين، سلة لدلة القهوة وفناجين السادة. الحرفيات في جمعية سنابل العطاء يفتقرن إلى ترويج أعمالهن اليدوية، وتسعى الجمعية إلى مساعدتهن من خلال إقامة المعارض والبازارات من حين إلى آخر. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.